بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هناك مقطع يعاد ويكرر في كل سنة عند قبول وعند قدوم شهر رمضان، وهو عبارة عن طائرة ومكتوب عليها رحلة شهر رمضان، وهناك صوت مع هذه الطائرة يقول مرحبا بكم في طيران شهر رمضان رحلة رقم كذا، وتتغير حسب تغير السنة 1434 1436 إلى غير ذلك حسب تغيير السنة، والمتوجهة نحو مغفرة الله ورضاه، مسافة رحلة 30 أو 29 يوما، الرحلة خالية من الدخان المعاصي، نرجو من المسافرين ربط حزام الإيمان وطي كل أشياء الحرام، فاجر رحلة القرآن الكريم، رحلة موفقة ورمضان كريم إلى غير ذلك. نقول هذا أيها الفضلاء المباركون من الرسائل التي ينبغي أن تطوى ولا تنشر، وهذا للأسف الشديد من الأسلوب الدعوي الخاطئ في رسائل وسائل التواصل الاجتماعي. هذا أسلوب دعوي خاطئ اجتهد أصحابه لكنهم لم يوفقوا، وكان المبتغى أن يسألوا أهل الذكر، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا أقول لكم من الأخطاء هذا التشبيه الذي وضع في هذه الرسالة، ومن أعظمه حقيقة أن يشبه القرآن بالمخلوقات. لما يقول قائد الرحلة هو كابتن الرحلة، وهذا القائد مخلوق والقرآن كلام الله غير مخلوق، فانظروا إلى أين وصلنا، وصلنا إلى تشبيه القرآن بالمخلوقين وبالمخلوقات، فأصبح قائل ذلك ينتمي لعقيدة الجهمية والمعتزلة. أنا أدري أنه لم يقصد ذلك، لكن كان ينبغي أن يسأل المشايخ. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو كنت تريد أن تشتري سيارة أو أن تشتري بيتا أو أن تشتري قميصا أو أن تشتري ثوبا أو أن تشتري غترة أو عمامة لسألت عنها وظللت تلف الأسواق بالساعات والليالي الطوال، فما بالك بأمر ينتشر انتشار النار في الهشيم، والناس الله المستعان ينشرون البدعة أكثر من نشر السنة إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. والقرآن كلام الله عز وجل، صفته تبارك وتعالى ذاتية فعلية وليس مخلوقا. ثانيا لما تقول مثلا وعلى ربط حزام الإيمان إلى غير ذلك، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأما الذين أمنوا فزادهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إلى غير ذلك. يقول لك وطي كل أشكال الحرام، طي أشكال الحرام تكون في رمضان وتكون في غير رمضان، وقال المتوجه نحو مغفرة الله عز وجل، وهذا أيضا من الخطأ ومن تزكية النفوس إلى غير ذلك. نحن مطالبون بتزكية بطي أشكال الحرام في رمضان وفي غير رمضان وفي كل وقت وفي كل حين، وينبغي المسلم أن يتقي الله عز وجل. وأيضا حقيقة من الأمثلة التي أريد أن أقولها وهي منتشرة أيضا في وسائل الواتس وغيره، يقول لك قانون المرور الجديد احرص على ربط حزام التقوى والسير على خطى الصالحين واتبع القرآن الكريم واحذر من حناية النفس والهوى وتجنب مطبات الشياطين وكن حذر ما يكتب الملكين ولا تنسى كمين الموت ولجلة القبر. أعوذ بالله، لهذا الدرجة وصل الاستهزاء سبحان الله بالملائكة وبسؤال الملكين إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. ثم أضف إلى ذلك اللي يقول لك نسأل الله السلامة والعافية، إن بعض الناس حقيقة يصل به المرحلة في فعل هذه الأشياء إنه يقول لك حتى البنادول سوالة رسالة، قال لك اسم الدواء لا تقلق بعد اليوم، مكونات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، طريقة في الاستعمال أن تقرأه وأنت شايد، مردوده السريع فاستجبنا له ونجيناه من الغم، يعني استهزاء بالقرآن. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولذلك سبحان الله نأتي الآن لنشرة البنادول التي فيها ما فيها من ابتذال العبادات، والتي فيها سبحان الله إن القرآن ليس له جلال حتى في القلوب. الشيخ الفوزان سئل عن ذلك فقال هذا عمل لا يليق، تشبيه الاستغفار وهو عبادة عظيمة بالبنادول
هذا فيه تنقص من الاستغفار، ولا يجوز، وهذا العمل لا يجوز، لأن معناها أنك تشبه العبادة بالبنادول، والعبادة أمرها أعظم من أمر البنادول. البنادول عبارة عن دواء فقط، أما العبادة فهي توحيد، وهي ذكر لله تبارك وتعالى. إذا أضف إلى ذلك يقول لك أتحداك تعرف وين الخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعيدها ثاني بسم الله الرحمن الرحيم، ويعيدها مرة ثالثة، وبعدين يقول لك إيش، خلاص يا غالب لا يوجد خطأ، لقد ختمت القرآن مرة. وما علم أن الأمور لابد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إلى جانب ما يكون من الله المستعان نكت الحشاشين، يقول لك محشش شاف برج عالي قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدر، ومشى شوية شاف مرقص قال استغفر الله وأتوب إليه، ومشى شوية بعدين شاف مجنون قدام قال الحمد لله أنك وهبتني العقل، إلى غير ذلك. يعني ما وصلت هذه المراحل يا إخواني، فنقول كم مريد للخير لكنهم لا يدركه. وأورد سعد الإبل مشتملا ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فنتقي الله عز وجل يا إخواننا نبتعد عن مثل هذه الرسائل، نفعني الله ويتم القرآن والسنة، وأماتنا على لا إله إلا الله، وأعاننا على اتباع سيد الأولين والأخير عليه الصلاة والسلام. ويكفي في الدخول في رمضان تبدأ بإرسال كل يوم حديث عن رمضان، حكم من أحكام رمضان، آدابه، فرضيته، أدلته، مكروهاته، واجباته، مستحباته، إلى غير ذلك، أفضل من مثل هذه الأشياء. وفق الله لكم لكل خير، صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.